بارك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى لشباب والرياضة الاتفاقية الموقعة بين وزارة شؤون الشباب والرياضة وهيئة البحرين للثقافة والأثار والرامية إلى زيادة حجم التعاون بين الجانبين للمحافظة على التراث الرياضي. وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قد شهد توقيع اتفاقية التعاون بين هيئة الثقافة والآثار ووزارة شؤون الشباب والرياضة، حيث وقع الاتفاقية مع معالي الشيخ مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة، وذلك على هامش اجتماع المجلس الأعلى للشباب والرياضة. وترسم الاتفاقية الموقعة بين الجانبين الإطار الإداري والتنظيمي فيما يتعلق بتعزيز وتطوير علاقات التعاون في المجالات الشبابية والرياضية والثقافية. وأكد وزير شؤون الشباب والرياضة أن توقيع مذكرة التفاهم تأتي تجسيدا للتعاون الوثيق بين وزارة شؤون الشباب والرياضة وهيئة البحرين للثقافة والآثار، وتعكس حرصهما على المضي بهذا التعاون لمستويات أرحب بما يدعم جهودهما ومساعيهما الحثيثة في المحافظة على الموروث الرياضي في المملكة، وذلك عبر تعزيز الهوية البحرينية الأصيلة، مشددا على أن مذكرة التفاهم ستسهم في تطوير أطر التنسيق المشترك في مختلف المحافل. ونوه السيد أيمن بن توفيق المؤيد بالجهود المتميزة لهيئة البحرين للثقافة والآثار في الحفاظ على التراث وإبراز الموروث الحضاري والثقافي الذي تزخر به المملكة، ما يعزز من مكانة المملكة في مصاف الدول الرائدة على مستوى المنطقة في مجالات عدة، متمنيا لشيخ مي بنت محمد آل خليفة مزيدا من النجاحات المبهرة بما يعود بالنفع والفائدة على مملكة البحرين وشعبها. بدورها رحبت معالي الشيخ مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار بالتعاون مع وزارة شؤون الشباب والرياضة، مشيدة بدور سعادة السيد أيمن توفيق المؤيد في تجسيد الاتفاقية بهدف الارتقاء بالعمل المشترك. وأكدت معاليها أن الاتفاقية مع الوزارة تشمل العديد من الجوانب، ومنها الاتفاق على مشروع نادي البحرين الذي يجسد ملمحا وطنيا هاما ينسجم ضمن التركيبة العمرانية والنسيج الحضري لمدينة المحرق، لافتة إلى أن نادي البحرين يشكل جزءا من الذاكرة الوطنية بإنجازاته الثقافية والرياضية، ودور الثقافة هو حماية تلك الذاكرة عبر معمار يليق بتاريخ النادي. وأضافت معاليها أن هذا المشروع يتم إدراجه كأحد مشاريع البنى التحتية الثقافية خلال احتفاء المدينة بكونها عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2018، كما نوهت معاليها بالشراكة في إنشاء جاليري يضم عروضا متحفية دائمة بهدف تعزيز السياحة الثقافية بالتعاون مع الجهات الرسمية في مملكة البحرين. اتفاقية اليوم التي تم توقيعها مع وزارة الشباب والرياضة بخصوص مبنى نادي البحرين، المبنى كما تعلمين تاريخي، ومن واجب الثقافة أن تعنى بالمعالم التاريخية في مملكة البحرين، وجميل التعاون مع وزارة الشباب والرياضة لإحياء المبنى وإعادة دوره كما كان. بعض المباني التاريخية من المهم أن يعاد شكلها أو ترميمها بالشكل المطلوب، كما حدث في مبنى الجمارك على سبيل المثال. تواصل مع وزارة المواصلات وبين هيئة الثقافة، والذي يعد أهمية بارزة لتسجيل المنام التاريخية في قائمة تراث الإنسان العالمي ويوظف بشكل صحيح. أيضا في المحرق نادي البحرين سيكون له حظ من إعادة الأحياء وإعادة المبنى بشكله اللائق به.